شارك أكثر من 100 مواطن في هونغ كونغ في أنشطة الحداد في ظل أجواء من الحزن والسخط الشديدين، حيث قال كثيرا منهم إنهم شعروا بحزن عميق لوفاة العامل، وحث الشرطة على التحقيق الكامل في حادثة القتل وتقديم مثيري الشغب إلى العدالة. أريد أن أدعو المزيد من المواطنين في هونغ كونغ إلى الوقوف بشجاعة لتعبير أصواتهم، ما فعله مثير الشغب أمر غير إنساني. في نفس اليوم أطلعت شرطة هونغ كونغ وسائل الإعلام على القضية، معتبرة أن النص القانوني الجنائي للواقعة تم تغييره من تسبب بجراح إلى حالة القتل، ودعت شهود العيان لتقديم معلوماتهم إلى الشرطة.